الذي جني ثماره المتواصلة خمسة قطاع إلى حد الآن، وهذا شيء يعني هام وهام جدا. هنالك خبر آخر سار وسار جدا، وهو أنه اليوم سيكون لي شرف إعطاء إشارة الانطلاق لتصنيع قطعة بحرية جديدة من حجم آخر بخمسين متر. يمكن أن أقول أنه هي القطعة المفضلة لدى جيش البحر من حيث الحجم، من حيث التوازن على البحر، ومن حيث متعة القيادة. تجربة جديدة، ونرجو أن يكون بعد ذلك انفتاح نحو شراكات مع دول أخرى، فلنا أن نكون متفائلين في خصوص هذا التمشي، شراكة بين القطاع العام الخاص وبصفة خاصة بين وزارة الدفاع الوطنية وشركة سكين. احنا عندنا سلسلة من التصنيع البحري العسكري بالشراكة مع وزارة الدفاع لتصنيع النوع هذا من الخافرات. التصنيع البحري العسكري يساهم في تشغيل اليد العاملة المحلية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. كذلك احنا نطمح إلى الحد ولو بقدر قليل من هجرة الأدمغة التونسية، وكذلك